الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأزكى صلوات الله وتسليماته على خير البرية المبعوث رحمة للعالمين الذي أنار الله الوجود بطلعته وشرف الإنسانية ببعثته على رحمة الله المهدات ونعمته المسدات السراج المنير والبشير النذير سيدنا وسندنا وأسوتنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين وعليا أبا الحسنين وعلى أزواجه الطاهرات العفيفات أخص منهن الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله المبرأة من السماء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، هذا يوم العيد، هذا يوم الجائزة، لقد صمنا رمضان وقمنا الليل وقرأنا القرآن، فهنيئاً لنا جميعاً بمثوبة الله، هنيئاً لنا بالطاعات، هنيئاً لنا بالعبادات، ولكن يجب أن تستمر هذه العبادة. لقد امتلأت مساجدنا بالذاكرين وبالساجدين، فيجب أن تستمر هذه العبادة وهذه الطاعة. كن ربانياً ولا تكن رمضانياً، فالله حي لا يموت، وأنت تعبد الله فيجب أن تستمر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حديثنا اليوم عن منهج أو منهاج العابدين في السير إلى جنة رب العالمين. إن المسلم وهو يسير إلى الله، السلوك إلى الله والسير إلى الله تعترضه عقبات. من هذه العقبات؟ أولاً عقبة العلم، عقبة العلم والمعرفة. اعلم أخي الكريم، أختي الكريمة، أن الله لا يعبد بالجهل، فأول العقبات هو الجهل بالدين. كثير منا لا يتعلم أحكام دينه ولا العبادات، لا كيف يصلي ولا كيف يصوم ولا كيف يحج، وبالتالي نراه في المسجد يأتي الإنسان مسبوقاً ولا يدري كيف يتم صلاته ولا يعلم كيف يركع صلاته، في حين هو مسؤول أمام الله عن هذا العلم الضروري. فالعلم والعبادة جوهران لا بد منهما للإنسان، والعلم أصل وشجرة والعبادة ثمرة. العلم أصل والشجرة ثمرة. فالعلم كما ورد في بعض الأحاديث، تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله القربى، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار أهل الجنة، والأنس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والدين عند الأجلاء. يرفع الله تعالى به أقواماً ويجعلهم في الخير قادة وأئمة. العلم أيها الإخوة، هناك حد أدنى نحن مسؤولون عنه، نحن لا نقوم من الناس المصبح علماء، لا، ولكن كل مسلم ملزم بأن يتعلم الضروري من دينه، الضروري ما لا يعبد أحد بعلمه. كيف ترضى
كيف تصلي كيف تصوم باش تعلم نفسك ولزوجتك ولوليداتك أنت مسؤول أمام الله. هذا العلم لا يعذر أحد بجهله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فالعلم أولى بالتقديم لا محالة. لا بد من المبادرة للتعليم من التعلم. من هذا الرب الذي نعبده؟ علم العقائد، من هو الله؟ ما صفاته؟ ما يجوز في حقه؟ ما لا يجوز في حقه؟ لا بد أن نعلم هذه الأمور، لا بد أن نعلم العبادات، كيف نعبد ربنا؟ كيف نصلي؟ كيف نصوم؟ كيف نحج؟ كيف نتعامل في معاملاتنا؟ أنت عبد لله، أنت مسلم، إذن أنت خاضع لأحكام الشرع. كيف تعبد الله بجهل وأنت لا تعرف أحكام الصلاة ولا تعرف أحكام البيوع ولا تعرف كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يجب أن نتعلم لنعلم ما هي عبادات والطاعات وما هي المعاصي حتى نجتنبها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. العقبة الثانية هي عقبة التوبة. إذا كنا أخلصنا العبادة لله في شهر رمضان الكريم فمن علامة القبول الاستمرار في الطاعة والتوبة إلى الله والرجوع إلى الله ليحصل لنا التوفيق في الطاعة. فإن الذنوب والمعاصي شؤم وبلاء. المعاصي والذنوب تورث الحرمان ويعقب الخذلان، وإن قيد الذنوب يمنع من المشي إلى الله كما قال مولانا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنب على الذنب على الذنب على المعصية يقسو القلب ويعلوه الفساد، فنحتاج إلى جلاء القلوب، نحتاج إلى تطهير القلوب وإلى التوبة إلى الله. العقبة الثالثة وهي عقبة العوائق. طريق إلى الله في بعض العوائق تحول وتريد أن تشغل المؤمن عن عبادته. أولاً العائق الأول الدنيا. لا بد من التجرد عن الدنيا، وإنما يلزمك بهذا الزهد والابتعاد، أن الدنيا كالمشرق والآخرة كالمشرق والمغرب، كلما ذهبت نحو واحدة فيها فرطت في الأخرى. إذا أرضيت هذه أرضت هذه. فلا بد من مسلم كما يقول العارفون بالله عن الدنيا وعن المال، يقول: اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. نعم نشتغل بدنيانا لكن لا نعبد الدنيا، لا تشغلنا الدنيا عن الآخرة، فإن الدنيا فانية وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، أي الحياة الحقيقية. العائق الثاني الخلق البشر. واعلم أن الزمان قد أصبح في فساد عظيم وأصبح الناس في ضر عظيم، فإنهم يشغلونك عن العبادة. الخلق رافق الصالحين، رافق من إذا رأيته يدلك على الله، من إذا رأيته يرهبك حاله، رافق الصالحين. قل لمن ترافق أقول لك من أنت. الخلق يشغلونك عن الله بل يضيعون لك العبادة. إذا اشتغلت بالخلق واشتغلت بالناس ما غادي يرهق عن العبادة، وحتى العبادة اللي تبتي بها وعبدتي الله غادي يشغلوك بالغيبة والنميمة ويضيعوا لك اللي كنتي به في الليل أو اللي عملتي من الحسنات. وبالتالي يجب للمؤمن أن يرافق الصالحين. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. العائق الثاني الشيطان. عليك بمحاربة الشيطان وقهره، لأن الشيطان عدو للإنسان. وقد أوصانا الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وهذا أقسى التحذير، فهو مجبول هذا الشيطان على عداوتنا. الشيطان فارغ وأنت مشغول، الشيطان يراك وأنت لا تراه، وأنت تنساه وهو لا ينساك، ونفسك من عون عليه، فلا بد من محاربته وقهره. العائق الرابع النفس. النفس ثم إياك، إياك وإياك، الحذر الحذر من النفس الأمارة بالسوء، فإنها أضر الأعداء وبلاؤها أصعب البلاء،
ودائها أعصاب الداء ودواؤها أعظم الأدواء، فهي عدو من الداخل وهي عدو محبوب. إنسان كي العدو الحقيقي ديالو هو نفسه، ولكن هي محبوبة عنده، وبالتالي لا يتبع الإنسان الهوى وشهوات النفس. وإذا نظرت وجدت أصل كل قبيحة وفضيحة وخزي وهلاك وآفة وذنب إنما وقع في خلق الله منذ بدء الخلق إلى اليوم، إنما سببه النفس، إما النفس لوحدها أو هي مساعدة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. العقبة الرابعة عقبة العوارض، من العوارض الشاغلة وأمور كتشغل شوية الإنسان، الرزق وطلب الرزق ومطالبة النفس بالمال وبالدنيا. فالمفروض في المسلم أن يعمل جهده للدنيا ولطلب الرزق، لكن لا أن يحول طلب الرزق دون عبادة الله، لأن الله هو الرزاق المتين. والعارض الثاني والثالث والرابع الأخطار والقضاء والقدر والمصائب والشدائد، فعليك بتفويض أمرك لله. فوض أمرك كله لله، سلم أمرك لله، فإذا فوضت إليه الأمر علمت أنه سبحانه لا يقدم عليك إلا كل خير، تكون آمناً مطمئناً مرتاح البال. احفظ الله يحفظك، كما ورد في الحديث قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، واعلم احفظ الله تجده تجاهه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، العقبة الخامسة وهي عقبة البوائف، فإذا استقام لك الطريق وسهلت عليك السبيل وارتفعت عنك العوائق وزالت العوارض، ولا يستقيم لك سير إلا باستشعار الخوف والرجاء، الخوف والرجاء والتزام حقهما على حدهما. فالخوف سائق النفس وصوتها، والرجاء قائمها. فألما الخوف فهو رعدة تحدث في القلب عند ظن مكروه يناله، والخشية تقتضي ضربا من الاستعظام والمهابة. الخوف من الله، نسير إلى الله بجناحين، جناح الرهبة والرغبة. الخوف والرجاء، كاين بعض الناس يأسوا من رحمة الله غلب عندهم الخوف، هذا لا يجوز. وكاين بعض الناس غلب عليهم الرجاء، لا الله غفور رحيم، أيه الله غفور رحيم، لكنه شديد العقاب سبحانه. ولا بد أن تخاف، ولا بد أن تتذكر أمور. أولا أذكر ذنوبك الكثيرة، إحنا كننبه وكنساه، ولكن مولانا جل في علاه مسجلها: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذه الأمور كدين تنسيتها، ولكن الله مسجلها وغتحاسب عليها. ثانيا أذكر شدة عقوبة الله وأنه لا طاقة لك بها. ثالثا أذكر ضعف نفسك عن احتمال العذاب، أذكر بأنك ضعيف لا تستطيع تحمل العقاب، واذكر قدرة الله عليك، أذكر أن الله سبحانه قادر عليك. فهذا بين الخوف وبين الرجاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والعقبة السادسة عباد الله هي عقبة الكوادح، أشياء تقدح في عبادتنا، وهي عدم الإخلاص والعجب والرياء. الإخلاص أيها الإخوة الكرام، فإذا استقام لك المسير فلا بد أن تميز ما تصنع، لما تعبد، واش كتعبد باش يشوفوك الناس ويقولوا عليك بأن راك عابد وبأنك تقي، ولك تعبد خالصا لوجه الله. وقد ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله قال: أول من تصعر بين النار ثلاثة، يؤتى بالرجل المجاهد القوي يقول الله فيعرفه نعمة، يقول ماذا صنعت في نعمة القوة اللي أعطيتك الصحة، يقول يا ربي
جاهدت فيك حتى قتلت. أنا جاهدت في سبيل الله. يقول الله: كذبت ولكنك جاهدت ليقال شجاع، ليقال جري فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى جهنم. ثم يؤتى بالغني، يقول الله: ماذا صنعت في نعمة المال التي أنعمت بها عليك؟ يقول: يا ربي، ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه. فيقول له الله جل في علاه: كذبت ولكنك أنفقت ليقال جواد كريم. فيؤمر به فيسحب إلى جهنم. ويؤتى بالعالم وبقارئ القرآن، يقول الله: ماذا صنعت في نعمة العلم؟ يقول له: يا ربي، ما تركت بابا إلا علمت فيه الناس، تعلمت العلم فيك وعلمته. فيقول له مولانا: كذبت. فيؤمر فيسحب إلى نار جهنم والعياذ بالله. فلا بد من الإخلاص، أن تعبد عبادتك ولا تريد بها الخلق. أعرض عن الخلق، دع عنك الناس، واشتغل برب الناس، اشتغل بالله الواحد القهار الذي يراك حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. وإياك والعجب، وإياك والرياء، وإياك وأن تعتقد كما قال رسول الله: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. إياك أن تعتقد أن كل ما تقوم به بل هو من توفيق الله. ولذلك العقبة السابعة والأخيرة هي عقبة الحمد والشكر. فلدوام النعمة ولحصول الزيادة لا بد من الحمد، لا بد من شكر الله. الحمد والشكر قيد النعمة، به تدوم وتبقى، وبتركه تزول النعمة. قال مولانا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال جل في علاه، وأرجوكم أن تسمعوا هذه الآية لأنها مهمة جدا، وكل كتاب الله مهم، ولكن اسمعوها بأذان القلب. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون، بما كسبت أيدي الناس بأفعالهم. وقال جل في علاه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكما قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالسيد إذا رأى أن العبد يشكر ويشكر النعمة ويعترف بها يزيده عطاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. احمد الله على النعم الكثيرة. أول نعمة هي نعمة الخلق والإنجاد. الله خلقنا من عدم، فأول دائرة من دوائر النعم دائرة الخلق والإنجاد. الدائرة الثانية: أوجدنا الله لكنه لم يوجدنا بهائم، دواب تركب ولا بهائم تذبح، ولكن خلقك إنسانا مشرفا مكرما. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، تكريم الله له، هذه نعمة. وثالث النعم وأهمها نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعمة الإسلام. فلسنا نعبد البقر، ولسنا نعبد القردة، ولسنا نعبد الحجارة، ولسنا نعبد الفئران، ولسنا نعبد الإنسان، إنما نعبد رب الأكوان جل في علاه. نعبد الله جل في علاه، نوحده ونعترف به إلها وربا، ونسمع ونطيع لما جاءنا في كتاب ربنا وفي صحيح سنة نبينا. لماذا الشكر أيها الإخوة؟ فيما كنتلقى الناس كتسولوا كده لفلان، وإحنا كنسيكم، إحنا كنعديو. أعطاك الله المال، أعطاك الله الصحة، أعطاك الله الزوجة، أعطاك الله الأمن، أعطاك الله الأمان، قل الحمد لله. كنسيكم قليل فاش تلقى واحد المؤمن اللي فاش كتسولوا بك والله في نعمة. اللهم يا ربي أدم علينا النعمة. لا خصو الحمد لله اللي عندك أنت، ما صابوش ناس قريب. انت كتمشي على جنب واحد ما صابش الجريب باش يمشي، انت كتشوف واحد عمى ما صابش العينين، انت كتمشي لهز الاله ديال الدياليز ولا كذا الاخر ما صابهاش. كل واحد شنو خاصو، ولكن حتى ذاك المريض اخر واحد فينا خاصو يحمد الله على النعمه اللي عطاه الله جل في علاه. فنقول: اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال، وصلها على التوالي. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال، وصلها على التوالي يا رب العالمين. إني داعي فأمني نور. إلهي، إلهي، ضعفنا وذلنا ظاهر بين يديك، وهذا حالنا لا يخفى عليك.
إلهي أنت المعافي فعافنا، وأنت الشافي فاشفنا، وأنت القوي فقونا، وأنت الساتر فاسترنا، وأنت المعز فأعزنا، وأنت القوي فقونا، وأنت الغني فأغنينا، وأنت الرحمن الرحيم فارحمنا. اللهم يا الله يا رباه يا غوثاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يسمع العبد إذا ناداه، نسألك أن تكشف عنا همنا وتزيل غمنا. اللهم يا سامع الأصوات، ويا عالم الخفيات، ويا باعث الأموات، ويا مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، اقض حاجاتنا يا الله، اقض حاجاتنا يا الله، حقق لنا جميع أمنياتنا يا الله. يا من يعلم سرنا، يا من يعلم سر تقسيمنا وعلانيتنا، اللهم افتح لنا أبواب الخير والتيسير، وسد عنا أبواب الشر والتأثير. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وانصر اللهم عبدك الخاضع لجلالك جلالة الملك محمد السادس، ووفقه اللهم لما تحب وترضاه. اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، وحطه بركنك الذي لا يرام، ومتعه اللهم بموفور الصحة والعافية، وأقر اللهم عينه بولي العهد وطالع السهد مولاي الحسن، وأنبته النبات الحسن، وشد أزره بسلوي السعيد مولاي رشيد، وبكافة أفراد العائلة الملكية الشريفة. اللهم احفظ بلادنا عزيزة بعز الإسلام، حائزة على كل خير، سالمة من كل شر، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اهدي أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر كسر أمة سيدنا محمد، اللهم الطف بأمة سيدنا محمد، اللهم اعفو عن أمة سيدنا محمد، اللهم وحد صفة وكلمة أمة سيدنا محمد. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، وارحم من علمنا، واغفر لموتانا، واصلح لنا، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.